يقرب لك، غير مسموح يقرب لك او يلمسك. احنا اتفقنا ان في قواعد في التعامل مع الناس. ايه هي قواعد؟ لا تلمس شخص لا تعرفه. ايوه. لا تدع احد يلمسك. الطفل اللي بيجي لي جاي من الدويقه، ودي مصنفه طبعا اجتماعيا وهي منطقه عشوائيه، فوارد جدا يكون الطفل ده عنده بعض المشاكل نتاج البيئه اللي حوالينا. فهتلاقي طفل طبعا بعض السلوكيات الخاطئه، زي في عندهم غضب، في عندهم عنف، في عندهم سب، في اطفال بيشتموا. الحاجات دي طبعا بنبدا نعالجها في الاول. اصعب حاله هنا واجهتني ان طفل اتعرض لتحرش جنسي شبه كامل. بدانا نغير برنامج النشاط الصيفي كله. يعني كان النشاط الصيفي قايم على قيم اساسيه زي الصدق والمحبه والتعاون، فغيرنا قيمه النشاط الصيفي كله. هنتكلم عن التحرش الجنسي وازاي الطفل يقدر يدافع عن نفسه. بدانا نتعامل مع الطفل ده، نعمل تخطي للمشكله، وجبنا الام كمان، حاولنا ندي للام الثقه ان كان عندها الخوف ان هي تواجه الناس اللي حواليها. فكان اول حاجه نعملها، لا لازم تجيبي حق ابنك، لازم ابنك يعرف انه اتغلط في حقه. كان عندها تصور خاطئ ان ابنها اللي غلطان، وبدات تعاقبه وتذنبه وتمنعه من الخروج كانه هو بالعكس ده مجني عليه. وبدات الشرطه تتفاعل مع الموضوع والموضوع اتحل. حسيت ان الولد ثقته رجعت له بنفسه. الاب بالنسبه له قدوه، شايف الاب بيشرب سيجاره او بيشرب حاجه تانية، هو مش عارف ان ده غلط. لكن بعد كده لما بيعرف مني ان ده غلط وان ده ما ينفعش يحصل، بتيجي الام تقول لي ده عمل كذا قدام باباه ورفض وقال لبابا اللي انت بتعمله ده غلط، بتقول لي الاب بيحس انه خجلان من نفسه او بدا يعمل الحاجه دي بعيد عن ابنه. يمكن بعد كده تبقى واحده واحده يبطلها خالص. احنا بنشتغل اول حاجه على سلوك الطفل، بياكل، طريقه اكله ازاي، ازاي بيجي يغسل سنانه، ازاي بعد ما اول ما بيجي ياكل بيجي يقول دعاء الطعام بتاعنا، وهو طالع السلم ايه ممكن ايه اللي بيقوله وهو طالع. بيجي الولد يقول لمامته قبل الاكل، لا يا ماما احنا لازم نقول دعاء قبل ما ناكل، لازم قبل ما ننام نقول ايه، لازم اول ما بنصحى من نومنا بنقول ايه. تعديل سلوكي للمنطقه، وانا شايفه طبعا تقدم في المنطقه نفسها غير الاول. يعني من 16 سنه احنا ما كناش كده. السن ده اي فرد من اهالي المنطقه بياخد ابنه بيروح يوديه ورشه بيتهان فيها ويتعامل بطريقة مش كويسة. النماذج اللي احنا بنتعامل معاها، ولي أمر طفل عندي في الحضانة كان بلطجي لسه خارج من السن، وبعد فترة غياب لقيته جايين بيقول لي أنا بتابع ابني يوم بيوم في مذاكرته، أنا عايز ابني يبقى أحسن مني، مش عايزه يطلع زي ما أنا طلعت. بنواجه مشاكل كتير عشان نوصل للهدف اللي احنا عايزينه مع اولياء الامور، فبنعدل سلوك الولد والام بمحاضرات التنميه البشريه عشان توصل الرساله والهدف بتاعنا، ان احنا الطفل ده ما يبقاش طفل عادي، ما يبقاش اقل من اي طفل خارج المنطقه العشوائيه ومنطقه الدويقه، لا بالعكس ده الطفل ده انا هطلع منه كوادر لامعه بكره وبعده. تيجي الام مع شغلي مع الولد تقول لي ابعدي ابني عني، انا الولد بيجي يقول لي قومي صلي، انا خليه هو يصلي ملهوش دعوه بيا. الاولاد دول ممكن يبقوا ساكنين في اوضه فيها الحمام فيها نومتهم وفيها اكلهم وفيها شربهم، فيها الاب الكويس والولي الامر اللي مش كويس، فيها البلطجه، فيها المخدرات، فيها الادمان. دور الحضانه يساعد على تغيير المنطقه كلها، مش تغيير الطفل اللي خاصه بالحضانه، الطفل ده بيوصل رسالتي لجيراني، لصاحبه، لاخوه، لزميله، لابن خاله، لابن عمه، فبلاقي هدفنا وصل للمنطقه كلها في الاخر. ان هدفنا في الدنيا ان يكون في كل منطقه في مصر حضانه زي حضانتنا، وتعليمهم يبقى نفس تعليمنا ويمكن احسن كمان، عشان خاطر ان الولد دوت هو مصر بكره.